ما حكم غسيل المرأة لطفلها وتنظيفه إذا كانت متوضئة؟ هل ينتقض وضوءها؟ وهل التسمية في دورة المياه قبل الوضوء غير جائزة؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس أن المرأة تنظف طفلها وهي متوضئة، لكن يكون من وراء حائل، تجعل على يديها حائل تلبسه على كفيها، فإذا كان عليها حائل فإنها لا ينتقض وضوءها حتى ولو طهرت عورتها، طهرت الفرجين. أما إذا كانت بدون حائل ولمست أحد الفرجين من الطفل فإنها ينتقض وضوءها. نعم.